طبعا سمعتم، وإن كنتم من مستخدمي السوشيال ميديا سمعتم أن قناة الشروق اخترقت، وأن شخصا مقنعا ظهر على الشاشة لثوان وخاطب الجزائريين. فجأة تحول ذلك إلى الموضوع المحوري على السوشيال ميديا في الجزائر، فمن الأسئلة كانت من هذا الذي ظهر على الشاشة، وهل تم اختراق قناة الشروق تي في فعلا؟ سنجيب عن هذه الأسئلة بعد مشاهدة الفيديو الذي رآه الجزائريون هناك على الشاشة. هذا الميساج الكامل اللي رامي يشوفه فينا داخل وبرا من الجزائر، ميساج باش نقول لكم باللي رانا جايين وجايين اون فورس. الجروب ديالنا اورغانيزي وجاي سيبلي سيرتان بيرسون اللي قاسونا ودناو لينا واللي كان الصباح راح يخلص. الرونديفو ديالنا قريب قريب بزاف، وباش تعرفوا الآن الترويجي لمسلسل 11-11 الذي حقق الصدارة موسم رمضان الماضي، والإعلان المبتكر ظهر في نفس يوم ارتكاب الجريمة داخل أحداث المسلسل، وبما أن إحدى الشخصيات المحورية كانت هاكر فهذا ما رأيناه على الشاشة. قام طاقم العمل بنشر الصورة، هذه الصورة، على بروفايلاتهم في انستغرام، ومنذ تلك اللحظة فهم الكثيرون من هذه العبارة سيجن 2 أن الفيديو الذي ظهر على شاشة الشروق هو إعلان ترويجي لموسم ثان من هذا المسلسل.